وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اليوم الفضيل المبارك، ونقول للجميع تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المشاهدين الكرام، وأسأل الله أن يتقبل منهم أعمالهم الصالحة التي يؤدونها وسبق أن أدوها في هذه المواسم الفاضلة. اللهم أمين. وأذكركم أيها الإخوة بجوال البرنامج للتواصل 05 01 78 55 36. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فينهى الله عز وجل في هذه الآية المؤمنين عن الحسد، بحيث يتمنون زوال نعمة غيرهم وأن يحصلوا هم عليها، بل على المؤمن أن يكون محبا لوصول الخير إلى الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ورب العزة والجلال له حكم في تفضيل بعض الناس على بعضهم الآخر، سواء في الأمور الدينية بالعبادة أو العقيدة الصافية أو العلم، أو في الأمور الدنيوية سواء في الصحة أو في المال أو في الشهادة أو في المنصب أو في غير ذلك من نعم الله التي ينعم الله عز وجل بها على العباد. ولذلك على الإنسان أن يكون قانعا بما يقدره الله له، ولا يمنعه ذلك من أن يسعى في تحصيل ما يكون به مماثلا لإخوانه، من غير أن يتمنى زوال النعمة عنهم. ولذا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي أن الله جل وعلا قد قدر للعباد أعمالا ينالون بها مقاصدهم الدينية والدنيوية، وبالتالي على كل أن يسعى من أجل تحصيل الخير لنفسه بدون أن يتمنى أن يحصل على نعمة إخوانه. وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، فمن أسباب نيل الإنسان للفضيلة والخير الديني والدنيوي أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالسؤال فيسأله من فضله. وقال من فضله لأن هذه النعم إحسان من الله مجرد، ليس على سبيل المقابلة والمجازات، فإن أعمالنا مهما بلغت لن تصل في مقابلة نعمة الله إلا إلى شيء يسير لا يمكن أن ينوه به. وقال: ولا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، فهو يعلم أعمالكم ويعلم ما في ضمائركم وجوارحكم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول السائل: أصبت بكسر في الساق، فهل يجوز حال أدائي للصلاة
أن أسجد على الطاولة وأنا جالس على الكرسي؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن هذا من البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب عليه أن يومئ إيماء بالركوع والسجود، إن كان الركوع لا يستطيعه فيومئ به، وإن كان يستطيع الركوع فيركع ولو كان عاجزا عن السجود، وإذا عجز عن السجود فإنه يومئ به إيماء برأسه ولا يحتاج إلى أن يضع أمام طاولة يسجد عليها، فهذا من التكلف المخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معنا اتصال أبو ضيدان من الطائف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب؟ سلمت وكرمت يا أبو ضيدان. عندي سؤال، الله يطول عمرك يا شيخ. فيه ناقة شائبة لها أكثر من 10 سنوات. اسمعوني. نعم 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 اسمعك، تفضل. شائبة نعم. لها أكثر من 10 سنوات، لم أعرف لها صاحب مرة نهائيا، وقبل يومين تشرب عندي عند العزبة حقت الغنم، أصبحت ميتة. ولدها له يمكن 4 شهور أو 5 شهور. السؤال: هل ولد هذا مصيره أبيعه وتصدق بنية راعيه أو أتركه؟ هو الآن واقف على جثتها. أنا السؤال، بارك الله فيك. شكرا، تسمع الإجابة إن شاء الله. أمر الله عز وجل المؤمنين بالإصلاح، ومن الإصلاح أن تتولى شأن حوار هذه الناقة، فتتصرف فيه بالتصرف الذي يكون في تحقيق مصلحته، فمالك هذه الناقة يبعد أن يحصل عليها أو أن يوجد لبعد زمانه ولكونه لا يعرف هذا الحوار، وإنما معرفته بالناقة، ومن ثم لا حرج عليك في بيع نتاج هذه الناقة والصدقة بثمنه بنية أن أجره يكون لصاحبها الأول، وإن وجدت من يقبل الصدقة بعين هذا النتاج فأيضا لا حرج عليك في ذلك، ويكون لك أجر العناية والرعاية والمتابعة وإنقاذ هذا الجمل من الهلاك. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال محمد من الباحة، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمت وكرمت، الله يحييك. الله يبديك يسلمك. عندي استفسار يا شيخ. أنا زوجتي طلبت، صار مشكلة قبل يمكن شهرين تقريبا، طلبت من موقع تواصل اجتماعي أغراض، وزعلت أنا أنها طلبت ما استأذنتني، فظاهرتها إذا جبت طلبتي من غير ما ترجعي لي أنت عليك ظهر أم، وصارت إذا تبغى تطلب شيء تستاذني. طلبت آخر مرة قبل أسبوع، ولما طلبت قلت خلاص عادي طلبي، تفكرت هي إن خلاص لما قلت خلاص عادي طلبي يعني ما هو لازم ترجع لي. طلبت البارح طلب من الموقع هذا شراء الأغراض، ما أدري والله شو الحكم الآن يا شيخ. ألو. أخطأت بكونك ظاهرت، فإن الظهار منكر من القول وزور كما وصفه الله عز وجل، وبالتالي عليك أن تتوب إلى الله من هذا الفعل، وأن لا تعود إلى الظهار مرة أخرى، فهو مما يغضب الله ومما يكون سببا لأسباب مقته جل وعلا، وعليك أن تتوب إلى الله من استعمال الظهار كأداة ضغط على أهل بيتك في تحقيق مقصودك ومرادك. أسأل الله أن يعفو عنك. وإذا كنت قد ظاهرت بأن لا تفعل ذلك إلا بإذنك،
فأذنت لها إذنا عاما فحينئذ تكون قد أذنت، ومن ثم لا يلحقك حكم الظهار ولا يلزمك كفارة الظهار. أما إذا لم تعلق الأمر على استئذانك أو لم تأذن لها بإذن عام من أو خاص، فحينئذ عليك كفارة الظهار بصيام شهرين متتابعين. فانظر إلى نفسك، وانظر إلى لفظك، وانظر إلى نيتك، وطبق عليها ما ذكرته لك قبل قليل. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، ونرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. من الأسئلة التي وصلت، يقول السائل: أمسح على الرأس أثناء الوضوء مرة واحدة فقط، فهل فعلي صحيح؟ المشروع للإنسان في مسح الرأس في الوضوء أن يتقرب إلى الله بالابتداء بمسح الرأس من عند الجبهة إلى أن يصل إلى آخره، ثم يعود إلى مكانه الأول. هذا هو المستحب، وهي الصفة المستحبة. والواجب هو مسحة واحدة. فإذا مسحت رأسك من أي جهة واستوعبت جميع الرأس بمسحة واحدة، فهذا يجزئ ويعد وضوءك وضوءا صحيحا. فإن الله جل وعلا قد قال: وامسحوا برؤوسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على مسحة واحدة لرأسه في الوضوء. نعم، بارك الله فيكم. امرأة كبيرة ومعها حدث دائم ويشق عليها الوضوء، فماذا تفعل؟ الوضوء عبادة أمر الله عز وجل من كان حدثه دائما بها، ومن فضل الله علينا أن يسر لنا المياه وأن هيأها لنا، وجهود الدولة والجهات الرسمية في ذلك مشكورة. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله بهذا الوضوء، حتى ولو كان ممن يقرب له الماء في إبريق أو نحوه، فيتوضأ منه إذا كان يعسر عليه الذهاب والإياب، وبالتالي يكون ممن حقق أمر الشارع في الوضوء لكل صلاة، لكونه ممن حدثه دائم. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال أحمد من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أسلمت. فيه رجال عنده أرض، وشاركته في الأرض هذه، أنا أبني وهو عنده الأرض، قيمة الأرض. بعد ما خلصنا البناء بعنا بعد سنتين، هل الزكاة على قيمة الأرض وقت دخولي معاه في المشاركة، ولا وقت البيع للسنتين الماضية هذه؟ طيب، تسمع الإجابة، شكرا لك. ما دام أن هذا المشروع استمر لسنتين، فالسنة الأولى تجب الزكاة فيه بحسب قيمته يوم تمام الحول الأول. في الحول الأول كانت العمارة عظما، وبالتالي كان لها قيمة معينة بحسب حالتها في الحول الأول، وبالتالي تجب الزكاة بناء على تقييمها بهيئتها في يوم تمام الحول الأول. وفي الحول الثاني أصبح لها قيمة أخرى بعد تمام البناء، وبالتالي تجب الزكاة في الحول الثاني بحسب القيمة في يوم تمام الحول. وانظر لكلمة بحسب القيمة وليس بحسب الثمن، لأن العمارة قد تباع بثمن أكثر من قيمتها، وقد تباع بثمن أقل.
إلا إذا كان البيع قبل تمام الحول فإنكم تزكون الثمن الذي حصلتم عليه، وانتقال المال من كونه عمارة معدة للبيع إلى كونه نقودا هذا لا ينقطع به الحول، فعروض التجارة والنقود حولها واحد. نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول أنها مقيمة في مكة وأديت العمرة، وعندما رجعت للبيت للتحلل جمعت شعري من الأمام فقط وقصصت مقدار أنملة ثم اغتسلت، فهل طريقتي في قص الشعر صحيحة؟ نعم جائزة وصحيحة ولا حرج عليك في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له في شعره ظفيرة فأخذ من طرف الظفيرة بقدر الأنملة، فلذلك إذا جمع الإنسان شعره الطويل فأخذ من أطرافه فإنه يجزئه ويكون بذلك قد تحلل من إحرامه. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال أم حذيفة من مصر، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا أشتري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشتري منتجات عبر الإنترنت وأحول المبلغ عبر المحفظة الإلكترونية، المبلغ اللي أنا الذي أشتري به عبر المحفظة الإلكترونية للتاجر الذي يبيع لي المنتجات، ولكن عندما يسحب التاجر هذا المبلغ يخصم منه قيمة 1% من المبلغ، فيطلب مني التاجر تحويل هذه النسبة فوق المبلغ، هل لي أن أحولها أم هذا ربا ولا داعي لي بالنسبة التي تخصم منه عند السحب؟ طيب شكرا للاتصال. إذا اشترى الإنسان سلعا من المتاجر الإلكترونية ولم تكن ذهبا ولا فضة ولا نقودا، بأموال نقدية يدفعها، فلا حرج عليه في ذلك ولا يعد هذا من الربا. وكون صاحب المحل يقول بأن أصحاب الشبكة يأخذون مني نسبة من قيمة السلعة وبالتالي سأحسبها عليكم فتعطوني إياها، هذا أيضا لا حرج فيه ما دام بتراض بين الأطراف. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال: وأحل الله البيع. وبالتالي لا حرج عليكم في ذلك ما دام أن السلعة ليست ذهبا ولا فضة ولا نقودا. نعم بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا: ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة وبعد الدفن بيومين تقريبا، وذلك لظروف السفر؟ أم لا حرج على الإنسان في أن يصلي على الميت بعد قبره بالمدة اليسيرة، اليوم واليومين والأسبوع، وذلك لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد فقالوا إنها ماتت فصلينا عليها بليل فدفناها، فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها فصلى عليها وهي في قبرها. ومن ثم فإن الصلاة على القبر بعد دفن الميت بالمدة اليسيرة لا حرج فيه، وفقهاء الحنابلة يقيدون ذلك بالشهر فيجيزون الصلاة على القبور إلى شهر، لما ورد في حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر. وهذا الحديث فيه إرسال وكثير من أهل العلم يتوقف فيه، ولكنه يشهد له حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل ذلك. وأما بعد هذا فالأظهر أنه لا يصح للإنسان أن يصلي على القبور والمقابر، فإن الصلاة قد ورد في الشرع النهي عنها والنهي عن إقامتها في المقابر.
نعم بارك الله فيكم. إذا شكيت في عدد الركعات، هل دخلت مع الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة؟ ما هو التصرف الصحيح؟ التصرف الصحيح أن تجعل نفسك إنما أدركت العدد الأقل، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري هل صلى ركعتين أو ثلاثة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فحينئذ إذا شككت هل أدركت ركعتين أو ثلاث ركعات، فالأصل أنك لم تدرك إلا ركعتين، وبالتالي تأتي ببقية صلاتك على هذا التقدير بالإتيان بركعتين في الصلاة الرباعية. عندي قطعة أرض ولكن مرهونة للبنك، حيث لا أستطيع التصرف فيها إلا بعد سداد المديونية، هل فيها زكاة؟ هذه الأرض إذا كنت لا تنوي بيعها فلا زكاة فيها، سواء كنت تنوي الانتفاع بالأرض بناء أو استراحة، أو كنت تنوي تأجيرها بعد فك رهنها، أو كان مرادك مجرد الانتفاع بالدين الذي علق به هذا الرهن، أو كنت لا تدري ما الذي ستفعله بها، ففي هذه الأحوال لا زكاة فيها، لأنها ليست من عروض التجارة، إنما تجب الزكاة في الأراضي متى قصد مالكها بيعها بقصد جازم. إذا طلق الرجل المرأة بعد أن خلى بها، فهل لها شيء من المهر؟ وهل عليها عدة؟ نعم، يجب عليها أن تعتد في هذه الحال ويثبت لها المهر كاملا، لما ورد في الأثر أن مما قضى به الصحابة أنه إذا خلى الرجل بالمرأة فغلقت الأبواب ووضعت الستائر فقد وجب لها المهر وعليها العدة، وبالتالي يجب عليها أن تعتد عدة الطلاق المذكورة في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويثبت لها المهر كاملا. نعم بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا: هل يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلوات؟ المستحاضة إذا كانت تغتسل غسلا تاما فلا حرج عليها في الجمع، ما إذا كانت لا تغتسل وتكتفي بالوضوء فإنها تصلي كل صلاة في وقتها. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة، وبارك الله فيك. شكرا، جزاك الله خيرا على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله لفريق العمل توفيقا وسدادا، كما أسأله للمتصلين والسائلين والمشاهدين العلم النافع والعمل الصالح ورفعة الشأن. قضى الله حوائجهم ويسر الله أمورهم وأصلح الله ذراريهم وبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم، كما أسأل الله لعموم المسلمين أن يجمع كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يعينهم على القيام بشرعه جل وعلا، كما أسأل الله سبحانه لولاة أمرنا توفيقا وسعادة، جزاهم الله خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جليلة في تيسير أمور المسلمين وتيسير نسكهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.